تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة السادسة من مفاوضات جنيف بين الأطراف السورية، ويأمل رئيس وفد المعارضة أن تطرح الأمم المتحدة خلال الجولة خطة عملية أكثر تسهل الانتقال السياسي عبر المرجعيات وقرارات مجلس الأمن واستبعاد نظام الأسد من الحكومة المقبلة. وستركز مفاوضات جنيف بجولاتها الأربع على القضايا السياسية والإنسانية بحسب المبعوث الأممي ديمستورا. ألقت طائرات حربية منشورات تحذر فيها أهالي مدينة الموصل العراقية من استخدام السيارات والدراجات النارية بكافة أنواعها، لأن داعش يستخدمها في هجماته ضد القوات الأمنية العراقية. وأكدت المنشورات أن القوات العراقية ستستهدف أي عجلة يرصد تحركها في هذه المناطق اعتبارا من ليلة 15 من الشهر الجاري وحتى اكتمال تحرير هذه المناطق. بعد سلسلة من التحقيقات أجرها المركز الوطني للأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية على مدار اليومين الماضيين حول احتمال حدوث إصابة بفيروس الفدية الخبيث، تأكدت إصابة نحو 2000 جهاز في السعودية، مؤكدا أن الإصابة حدثت في جهات عدة حكومية وخاصة في مدن مختلفة، إلا أنها محدودة مقارنة بالإصابات التي حدثت في دول أخرى. أكد البيت الأبيض أن أي من فروع الإدارة الأمريكية لم يتأثر بالهجوم الإلكتروني العالمي الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، واستهدف آلاف الشركات والمؤسسات الحكومية في كل أنحاء العالم. وقال مستشار الرئيس دونالد ترامب في مؤتمر صحفي إنه حتى هذا اليوم لم يتأثر أي نظام فيدرالي بالهجوم، داعيا جميع المواطنين الأمريكيين إلى الحذر. أدان مجلس الأمن الدولي بحزم إقدام كوريا الشمالية على إطلاق صاروخ باليستي، متعهدا باتخاذ مزيد من التدابير بما فيها العقوبات ردا على سلوك بيونغ يانغ المزعزع للاستقرار بدرجة كبيرة. وفي بيان دعمه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، وطلب المجلس من كوريا الشمالية أن تظهر بشكل فوري التزاما حقيقيا بنزع السلاح النووي من خلال اتخاذها إجراءات واضحة. وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتسوية التناقضات في الاتفاق النووي مع المجتمع الدولي إذا أعيد انتخابه في انتخابات الرئاسة يوم الجمعة المقبل. وكان روحاني عاملا فاعلا في دفع الاتفاق النووي في عام 2015 الذي خفف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. نهاية الموجز، في أمان الله.